بمحمد خطر المحامد يعظم. بمحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. ولا ليال درسينا الدين جاهو وهو كساب سيهي صلاة أو مركز ركن من أركان الإسلام. إسلام مركزنا ركن قلبات وين أركان الإسلام بعد الشهادتين. مركي توحيد كلاغا سو تاغو أركان الإسلام أو مركزي شهادتين كي إيا صلاة دي إيا الزكاة دي إيا صوم كي إيا حج كي ونبغي نبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. بركة صلاة وحوية وركن وين أو أركان الإسلام كمدا وليبا ركن قال بعضها وأيوة قد وانتهي أركان الإسلام أيضو حق مركاسي كحك تدر الجد شهادتين ك انت كالانتوضنا كفضل بضن. وهي صلاة ودوانتها أركان الإسلام. صلاة دمرك الله فرض يلي ونبقى أن عليه الصلاة والسلام هبينك ليلة الإسراء والمعراج هذه نبقى عليه الصلاة والسلام لغصوه فرض يلي أيضو حديث دار وكور هم أيو مراحيش مركز نبقى عليه الصلاة والسلام لمرسيي يا مركز دمبا انت لغصوه كوبي أو شنطان صلاة أو هذا إنو دكانينا مركز هذا صلاة وحوية مالنتي او هبين ايا مالن لباتن ايا فرساع شنجر ايا صلاة فرض ايا قفو كسو نغون ايسا او وحاوية شنجر ايا مالنتي ايا قفك صلاة كسو نغون ايسا مركا وحاوية تكاليف علوس او الهي سبحانه وتعالى الدومن كيس او ساري قفك كتاقنا وحاوية مركا سو نغون ايا قف اسلاني مدي كتاق او نغون ايا مركز صلاة ركن آدي آدي وين وين إلهي سبحانه وتعالى الصلاة فضل هذا قرآن كأيوه قوار رمي رسول كان عليه الصلاة والسلام حديث أيوه كعدي صلاة مركز وحال ربا اهتمام قار إنا نصينه ما دام الشعار كإسلام كوين أي أيتاي وهذا ركن قاسو هذا الشعائر إسلام كوين هاي دادك مسلمين تا مركي صلاة يسوغو تغان وحاوية الشعيرة أو مركز من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أيوه الله الله سبحانه وتعالى إلهي دين تيسا وحال واقعون صدقوفك وينيينه واقف تقيا أو قلب جيسي الله كعبسي وإسكالي هاي صلاة دا مركة وحاوية اللغة دا مركي ليرا دا دعا ليرا دا خير لقود دعايو شرعي قنا وحالي لذا أقوال وأفعال مفتتعة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائد مخصوصة وحاوية أقوال وحاوية أركان الصلاة وحاوية أقوال قوليال أو مركز رقنية هي قوليال هي وحاوية أركان أو رقنية أو قولية هي أركان أو فعلية أيان ليه لهاي أركان أو وحاوية قولية تاسو مركزي وحاوية شن قاريس انت كالانتودنا أركان الصلاة وحاوية نقونيسا أفعاش نقونيسا أفعاش أيا بضن ولو مركزي علماء الإسلام أمفق هادو أركان تا مركزي قلابة سيئي أتريان لكن سي اسك مشهورة أولا يقانوي لكن أنا وهذا درسي جينا وحاوة هادلينا فريضة الصلاة هي وفلائلها وعاكلون قادن دونا درسي كلو كان لحريرة
oo asaguna isla salaada ka hadlaya falaaisha salaada markaas asaguna qayb ka sii ah si waxa weeyo qofka muslimka ah oo rugnigaas weyn gudanaaya oo mar walba uu ku soo noqonay uu oogaado ihtimaamka ama muhiimadda markaas uu leeyahay rugnigaas uu iska leeyahay oo ta marka ugu horeysa waxa weeyo salaada ilaahi subhanahu wa ta'ala umadiisa ayuu ku farad yeelay oo ilaahi wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala fa aqimus salaah salaada ooga ayuu dhahay iqaamadan waxay keenaysaa salaadu waxay iska leedahay arkaana iska leedahay waxay iska leedahay shuruuda iska leedahay waxay iska leedahay aadaab iska leedahay waxay iska leedahay hay'ad waxa salaada markaas ku jiro dhan markii lala yimaado ayaa iqaama la yiraahdaa ilaahayna aqimus salaata ayuu dhahay iyo aqimis salaata ee salaada dukada lama dhihin salaada marka waxa weeye in waxa soo dhan markii lala yimaado salaad oo markaasi saxa ay noqonayso oo ajirkeedu uu kaamil yahay ayaa la ogaanayaa haddii marka arintaas laga tagone salaad naaqisa ay noqonayso qofkiisi faa'iido badan aanan u yeelanaynin sida hadda insha Allah ta'ala duruusta soo dambo soo socota inuu ku qaadan doono marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala salaada aqimus salaa ayuu dhahay amarkan wujuub weeye waa amru lil wujuub weeye marka uu haddana faa'iideynaya salaadu faral inay tahay oo qof kasta oo muslima oo mukallafa salaadu faral ayay ku tahay waajib oo markaasi oo waxa weeye rugnin min arkaan alislaam weeye oo weliba hadda marka hadii la yiraahdo duruusteena dambaanu ku qaadan doonaa aqwaashi culimaa alislaam iyo mada ahlul madhabku waxa salaad ay ka yiraahdeen waanu ku tagi doonaa qofka salaada ka taga inuu maaratay muslim yahay inuu gaal yahay wixii markaas lagu kala tagay iyo qofka ka tagaya qaybaha uu yahay ayaan ayada laftirkeeda aanu qaada doonaa hadii la yiraahdo hadda salaadii markii la isfaray oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala aqimus salaa uu dhahay inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta ayuu dhahay ilaahay salaadu dadka mu'miniinta waxay ku tahay dushooda oy weligeedna iska ahaanaysaa mid maarataya lagu qoray oo faral ah haddana waqti iska leh salaadu waxa weeye awqaada iska leedahay awqaad leedahay awqaatu salaad oo shan ah shantaa salaadood shan waqti ayay iska leedahay salaad haddii waqtigeeda laga hor mariyo ansaxaysa ma jirto haddii laga gadaal mariyo cudur uusan jirna sidaasoo kale weeye waxaa la rabaa salaada shantaahu shan waqti oo markaasi muaqada weeye ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay horta marka hore waa maktuubo oo kitaabantaas waxa weeye waa maktuubo weeye haddana waa mawquuto waa faral oo dawaad oo daatu waqtina weeye haddana markaasi waqtigaas ayaa lagula imaanayaa taas hadda laftirkeedu marka ilaahay uu leeyahay kaanad calal mu'miniina kitaaban mawquuta salaadu haddana faral inay tahay ayaa markaas haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku caddaynayaa marka waxaa kale oo la dhahay subxaanahu wa tacaala aayadda suuratu nisaa ay ku jirtaahe suuratu lcankabuud ilaahay wuxuu yihi wa aqimis salaata ina salaata tanhaa can ilfaxshaai waalmunkar aayaddan iyaduna waxay faa'iideynaysaa salaadda faralnimadeeda waxaa kaloo faa'iideynaysaa salaadda faa'iidada iska leedahay salaada haddii la dukado faa'iidada laga helaayo oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa aqimis salaa salaadda oog ayuu dhahay salaadda arkaanteeda iyo shuruudeeda iyo aadaabteeda wax walba kula imow maxaa yeela ina salaata tanhaa can ilfaxshaai waalmunkar salaadda haddii lala yimaado oo si maarataya wanaagsan loo kaamila loola yimaado loo dukado waxay keenaysaa salaaddaas qofka musalliga ahoo dukanaya inay ka reebto dembiga faaxishada ah sida zinad oo kale iyo dembi kasoo fool xun munkarku waa caam weeye dembi fool xun oo dhan inay ka reebto ayay u keenaysaa laakiin waxaa ilaahay uu ka hormariyey ina aqimis salaa salaada salaadda markaasi in lala yimaado oo si waafiya loola yimaado arkaanteedii iyo shuruudeedii aadaabteedii hay-aadkeedii markii lala yimaado ayaa faa'iidadeedu waxay noqonaysaa qofka inay markaasi faaxishada iyo munkarka ay ka reebto marka haddaba marka ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala ina salaata tanhaa can ilfaxshaai waalmunkar waxa weeye salaadda faaxishada iyo munkarka reebaysa
وصلاة مركزي أي كامل أطهي شروط ديادو أركان تيادو أي كامل أطهي أو خشوع أول كذا إلى آخر كذا لو خشوع سنادو هذا نوع حوي قلب خالصة لود كذا إلهي دراد إيس لود كنايو و الله سبحانه وتعالى عمل كل ولجيدو سيدا يا مركز صلاة قوضا فإذا ذي مركز صلاة دي هدي سوى ناسل لود كذا كذا لطيا وحي نغطي إلهي إنو يري سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أوقفك الصلاة الدكذي أي فاحشة يا منكر كهريبيسة أريد هذا مركة وحوية مزية كلية للصلاة وي وحوية الصلاة قفك أخلاق دي ساتوسي سمركة وقف مصلي أيه وها مركة سي وحوية وناسنانا حتى عافمات كيسة صحة الجسم يا كسجيرك أكو عافم هذا معايا العلماء وحي يرادان إن من يحافظ عليها يأمن من مرض الظهر وتصلب الشرايين وهي يرادان قفك أو مارت يا صلاة إلى عالية وهو كآمن قنايا عذر كدبر كقد عيو كآمن قنايا عذر كمركز أسقنا مارت يا قد عا وحوي كليها قد عا أما سمركز قد عا حميت ياش قد عا عذر هذا حتى أو مركزي أوركوجيركا كلها بعض بدن أو كمذا أي صلاة وهدنا الدعوة أوتها معايا الصلاة وحاقصوا عن حركة أو مركزي جيركا لما أنتيس قفك مركو صلاة الدكان جيركي صور ما حركة هذه مركا سداس أي مركزي فائدة بدن أي أولاد هدنا وحوي صلاة وحي أمان قفك ونقول إيسا أمراش أو مركز كبشة قلة الحركة وي حركة ضير سيدا مركز وحوي أي الكوكا لنتود أو مركز ضدك قريها إسقف فرقية كوبا طيوي معايا النبي قال عليه الصلاة والسلام حول هاي أديبوا طعامكم بذكر الله والصلاة يوله رسول كان حول عليه الصلاة والسلام وحد قد على لسان أو أد كوبا بإسان طعامك أدعونا إسان إلهي ذكر جيسة هي الصلاة كباب بيا يوده إلهي ذكر جيسة هي الصلاة كباب بيا يوده رسولك عليه الصلاة والسلام ووحى الله يذكره با إن أدمارت يا صلاة وحوي أتسوى ناسا أدوك قدتان مركة هادة قفك هاوي مركة صلاة ودكان أيو عنتظى مركة عنب بعد جيدة إيه مركة هاسي صلاة أولي ماد أو صلاة ودكادو إلهي أو حصه وحا مركاسي دعامك أو عني أيا حتى بابا آي أو جيرك كو بابا آي ولا تنامو عليه وي دعامك أكو سيحانا فتقسوا قلوبكم لابتينو إنجيك تمرك وحا لربا مركاسي دعامك إنا لغو سيحانين مركاد وح عنتو وإنا صلاة دوكتو إلهي آد حصتو سوى حاوي دعامك سهلمي أو هلو دعامك أو بابو داد كان هادا مثلا بوحاوي أو علمانيين تا أما داد كان مارت يا صلاة أن دكانين أو قال هذا وحوي وحياة 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 سميان جميع سيو جريسيك وحوذان إيو حركة ذي سميان هذا وحوي قفك مؤمنك أو مصلقة حركات كاس وحا هو خير بدن ماشي أو كبح لها الصلاة إنو كبحيو هادو صلاة لي مادو أو إلهي سبحانه وتعالى حسكي سأو بضيو أو داعد إلهي أو بضيو وها إيمان يسئنا وصن وحا صورنا بقى وصن وباهنان إلا أن أيقو حوية صلاة مدو كان أيان مركاسي وحوية حركة دينا ويدونا إنا يسميان مركا دادو وحا سمينا يسا حركة إلهي سبحانه وتعالى أتكو حصة يسو تاسا مركا وحا كاقر لنا يه فإذا فربضن وأن لسوكو بكري مركا إلهي وحودا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يوضح صلاة وحي رهبتا فاحشة إيا منكر كي رهبتا هذا وحي علماء يرهدين آيادة وحي لقوع الليهي صلاة مركي صلاة أو كاملة أي تاي أي فاحشة إيا منكر كمرك وره ريبيسة وحي ليري وحال لغا يابا إن لأركو داد صلاة الدكان آي إسلام مركزنا فاحشة إيا منكر كي أنك هرينين أو فاحشة إيا منكر كو لحجر إن لأركو أي دي أكر تاليري سالي يليا علماء وحي يرهدين إلا إلهي سبحانه وتعالى قول كي سرون ويو الله وحوده إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يوده ويرادين صلاة أو منكر كإيا فاحشة إلهي أكور يبايو
وصلاة مقبولة هيدها صلاة مرك وقفك لقى أقبله فاحشة هي منكر كأيوه كهرية مرك فاحشة هي منكر كصلاة هي بيساوي صلاة مقبولة هوي قفك هذه صلاة أو دكان أيوه معاصينا أو كل حجرة وحال أجانا يا قفك صلاة دي سينا الله أقبلين بالأجانية علشان إلهي يقول لي سبحانه وتعالى بالنص القرآن وكليه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وده الله سبحانه وتعالى مركا دي صاحي الصلاة دي فاحشة دي منكر كي هيبيسا الله أوليه هاي وهيبيسا لكن لابد وحا صلاة دا صلاة مقبولة إنيته قفكو هو أغاكرا صلاة دي سا إن الله أقبل إينا إن الله أقبلين صلاة دا مركا ودوكادو صلاة دا مركا أوكي أنتو توالع يا خشوع يا الله كعبسي يا حمان كدورسي مركا أوكي أنتو قفكا صلاة دي صلاة مقبولة وي هذه صلاة دو دكان أيو إسلام مركز إنه واحد وقت تقصايا أن لا أرجنة واحد وجانا إسلام مركز وقف كاسو صلاة دي سنة غير مقبولة أيتها معايا لو واحد الوقت كينا يا حديث نبي جان ويري عليه الصلاة والسلام من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم يزد عند الله إلا بعدا قف كي صلاة دي سأي سكر يبين فاحشة ذا إيه منكرك إلهي أكتي سكزيا سمايو إلا على كديري موي معايا لا إلهي صلاة دي مركي للدكدو وها أودهاي تنهى عن الفحشاء والمنكر أيوة هذا يدعى هذا مرك وقف كي صلاة دي إنه الدكان أيوة فحشة دي مكر كنا أوصل كهرينين صلاة دي إلهي كأقبلي ويا حديث كأسارة مارتي حديث أسيرنا سنة كيسو حسن يهوي وها وها كي ما أنا يقف كاسو إنه أوصل هين وقف مركاسي صلاة دي صلاة أقبلي إنه أوصل هين مرك ولا على يال صلاة دوا شيء آدي آدي مهمة قف كمسلم كصلاة دوا إنه كده ذاله أركان تهذا وإلى الشاء هيئات كذا وإلى الشاء آداب تهذا وإلى الشاء شروط دوا إنه وإلى ليا ظهار دوا إنه وإلى الشاء وحبذن صلاة دوا إنه وإلى الشاء أو صلاة أو مركزي إلهي سبحانه وتعالى أو رفعنا أيه أو مقبولة إنه لي ما ذو صلاة آدي آدي الورد سالو بهني صلاة أيق وضرف جوان وباب هو وحكس أيكه اللي يسيهين هدي اللي دو كذا صلاة ده صعبة تري ما يس وصلاة ضد بدنه مساجد بوحاء ما ماله بس صلاة ده كده كنا أي هذا أنا أوكي أنت هنا هنا وحي كله حنا يسنجرين وهو حك صوفا عشاء يا منكر أي سن كله حنين وهاي يا صلاة ده إلهي كم أقبل سبحانه وتعالى سال لي صلاة ده مرك واسيد أصو إلهي سبحانه وتعالى أيا مارت يا صلاة ده سيد أصنو غد جاي هدي أن دكانه وها إلهي نوغره يا سبحانه وتعالى منكر كي فاحشة ذا أيو إلهي نوغره يا ما هي يلا رسول كان عليه الصلاة والسلام وحول هاي خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه حديث أبي داود النسائي وريين وأورز الرسول كان عليه الصلاة والسلام شن صلاة دوت أيا إلهي سبحانه وتعالى فر لي علي حديث كان مركزنا وهو عدينا حديث دير بعض لكمذوي وهو مركز عدينا يا صلاة فر لماذا هذا أيو عدينا يا مركز رسول الله رسولك عليه الصلاة والسلام من أحسن وضوءهن شن تا صلاة دوت ويسدو دو قفك وناجيه وإسباغ الوضوء إنه لي ماذا ويسده هرتا مركز سوى حيث كالهذا هاي فرل فرائل وفروض الوضوء أياجرة إيا السنن الوضوء أياجرة إنه مارت يا فروش إيا السنن تيو لي ماذا وي مركز أيا ويسدي هرتا لقب اللعب أيا ويسدي أي وناجيو رسولك عليه الصلاة والسلام وصلاهن لوقتهن هذا نال شن تا صلاة دوت وقت قوذة كدو كذا ووقت صلاة إلالية وأتم ركوعهن ركوع عوضة تامية إيه وخشوعهن خشوع عوضة وهوية أركان تيه هيئات كين لسكدونا أيا لقا قادنا يا كان له على الله عهد إلهي سبحانه وتعالى بلن أيو إلهي سبحانه وتعالى أقاضي أو أن يغفر له إلهي نوضافاي قفك الصلاة ساس كل ماذا كان له عند الله وي وعد بالغفران إلهي أكتيس وكلية هاي يبوه الله سبحانه وتعالى ويبوه هاي إنه ما رتي دم بيجس نافايو وما لم يفعل قف كان ساس مينين أو صلاة دي مثلا بوحوي ويسدي ما وناجد وقت يكون الدكانين
ركوعي إيه سجود يا أركانتي لما يدي أو صلاة إسكال هذا مو سنتام يدين صلاة أو ججبان أيو دوك دي قفك سلاس أنا سمينا ورى رسولك عليه الصلاة والسلام فليس له على الله عهد إلهي أكتي سبالاً أميالو بلان مركاسي وحاوية صلاة داس أو مركاسي كل يبان أيو أو ككر أيو إلهي أكتي سأميالو إن شاء غفر له إلهي ضوض دونه ودعفه وإن شاء عذابه ضوض دونه إلهي وعذابه ساسا ماشا تال مركا ماشاس تارك الصلاة كسي قار عيان وهل دونه دي ألا يرادو مركا وحاوية قفكاس وحاو كجرا تحت المشيئة وحل يرادو أيو كجرا أو إلهي إنه ودعفه إي إلهي إنه عذابه أي أيو لحيا هذا ميدا نقول يسمى تقانيدة إن الصلاة دي أدمارة تيا ويسدد وناجس وقت كيد عاد إلى لسه أركان تيد عاد إلى لسه هيئات كيد عاد إلى لسه تاس بلن أي إلهي سبحانه وتعالى هو قاضي رسول كيس قفك إنه إلهي أكتيس أو ليبان أي أو صلاة دا صلاة وكو خرائي نقول يس مركز سيد أساء وحالو بهاي صلاة إن الله إلى ليو حديث كاسنا وحوي حديث أبي داود نصونا كيس وكور النسائي نوري حتى إمام مالك وحكور كتاب كيس موضع سنة صحيحة يونكوري مركا سلاس أيا وحاوية صلاة فرض أطهي إن لو إلى الشناء أبا هنتهي حديث كالو صحابي اللي إلى أبي قتادة اللي قوري أيا وحو أهي إنو نبقى نقول له عليه الصلاة والسلام حديث قدسية قال الله عز وجل إلهي وحويري إني افترضت على أمتك خمس صلوات نبي محمد أمت هذا وحان كفر ليلي شن صلاة وعهدت عندي عهدا بلن أيانا أكتيد أرلقي أوه أنه من جاء يحافظ عليهن قفك صلاة هز لي ماذا أصغو إلى لنا يلي وقتهن وقت قوضة وقت قد أوراي أدخلته الجنة جنة ينقلنا يا مرك هذا وعدك إلهي أو رنتا إيا رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة مركا سي جنة اللي قلعي وصلاة اللي إلالي وي سيدا هذا نعان صومرنا صلاة مركا سي أو وحوي منكر كأي فاحشة ذر هي بيس إنا أيضا نتاي صلاة مركا سي اللي هجاجي إنا يتاي أيان إذا نسوق هذا ني وعاكرو دهي الله وما لم يحافظ عليهن قف كان صلاة ها شنطا عن إلالين فلا عهد له عندي أكتي إذا بلن أمياله وح بلن أو أنو قاد أيه أو أكتي إذا أيال مجرت أيو رأي الله سبحانه وتعالى مرك هذا اللي بدأ عن حديث وعاكسوا إلهي يا أدون كيس بلن إنه أقول حيو هو بلن كاسوي هاي قف كيس صلاة إلى عليا مارت يا فقد وفاء بعهدي بلن كي إلهي بوفي وله عند الله المنزلة العليا إلهي أكتي سند درجة آد أس آد آد أس ريس أيوك لي وما لم يحافظ عليها قف كان إلى لنا فقد نقل العهد بلن كيو بري أمر كيسنا إلى الله وي الله ضوضنا وي عذاب يا ضوضنا إلهي وي عفنا يا مركا وحوي سيدا سيا مركا صلاة ديوان وكد ذالنو وهي نوك هي نيسا إلهي أكتي سبلن كيس إنه ما رنتقيا من هو فينا أو صلاة داس مركز صلاة جنة نجي سينا ينقون يسوع صابنا وقول نقط مرك هذا درس جي صلاة دا ملك اللي يراه دو فرض لماذا هذا هي بعض فلا إيش هذا كم ذا درس جي كوبا دو صلاة دا أنت سأيون وقول أجي هاي درس جي الله بعدنا فلا إيش هذا يوم وهذا الدونا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد بمحمد